لما الراجل يبقى دايما عصبي في البيت ودايما لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه، بسأله سؤال واحد دايما قبل ما اتكلم معاه، هل عصبيتك دي لو اللي واقف قدامك ده مديرك في الشغل هتبقى بنفس المقدار وبنفس الطريقة وبنفس الألفاظ زي ما انت بتعمل ده في البيت؟ اه ولا لا؟ إجابة صريحة كده وخليك بينك وبين نفسك صريح، هتتعصب على مديرك في الشغل زي مراتك بالظبط بنفس الأداء ونفس الطريقة ونفس الألفاظ؟ هل بقى لو أنا جبت لك النهاردة واحد مسؤول قاضي ضابط أي حد من جهة مسؤولة واقف قدامك، هل هتتعصب عليه بنفس الأداء والطريقة بالظبط؟ هتقول لي أنا ما أقدرش أعمل كده أو ما بتعصبش بالمقدار ده، هقول لك يبقى المشكلة ما كانتش في العصبية، لأن العصبي المرضي فعلا بيبقى مش قادر يتحكم في نفسه هنا أو هنا أو هنا، إنما المشكلة إن إحنا عندنا حاجة داخلية غير الجينات الوراثية، حاجة اسمها إيه؟ طريقة تربية ومفاهيم ومعتقدات. أنت خلاص أمنت على الزوجة دي، الزوجة دي أنا عرفت أولها من آخرها، عرفت طريقتها وعرفت أدائها، عرفت هتعمل إيه في انفعالتها، فبقيت أتعصب وأنا عارف وآمن رد الفعل. وده أكتر مشكلة بقى، إنك البني آدم اللي بيديلك الأمان أنت بتسمح لنفسك إنك تتعصب عليه بزيادة. وصلت؟ يبقى أنا لازم أتحكم في العصبيات اللي بين الأسر. الزوجة اللي بتجرب في الأول خالص كده وتعمل تيست صغير وتتعصب على زوجها، بعد شوية لقيت إن رد فعله عادي ومفيش مشكلة وعدت، فتبقى بعد شوية تزيد فيها، بعد شوية صوتها يعلى عليه، بعد شوية ألاقي الموضوع ممكن يتجاوز ويبقى فيه ألفاظ. ده بيحصل، ده بيحصل. لما أمنت إن رد الفعل أهو، من أمن العقاب أساء الأدب. هي الفكرة بقى مش إن أنا عاقب، هي الفكرة أنا عرفت إن رد الفعل إيه فخلاص أنا اتعاملت، هي دي الغلطة. أرجوكوا عايزين نفرق إن العصبية هنا بين الرجل والست مش خلاف، العصبية موجودة في الرجل وموجودة في الست، بس هي دي اللي ممكن تفسد بيت، هي دي اللي ممكن لما يعدي الأطفال يطلعوا عصبيين وتلاقي طفل صغير لأن تون الصوت عالي جدا والكل عمال يزعق، فيطلع طفل صغير نونة صغيرة بس بيتشنج كده ويشد أعصاب رقبته ويشد أعصاب إيده. عايز تعرف ليه؟ آه، شوف المشاكل اللي انتوا بتعملوها انتوا الاتنين مع بعض أخبارها إيه. البيت هادي، تون البيت جميل، الحاجة اللي بتشغلوها بصوت هادي وواطي، البيت كله هادي والطفل بيتشنج لوحده. راجع نفسك تاني.